وخالتي خدوج وي اش غديري في هاد الشد النعناع؟ ماشي نفرخو في الجيران. قول لنا شي عيوعة عاوتاني مشي قولي. يا مرحبا بينا صاني وافي ديك صاني وافي ديك وايا يا ايم يا ما فاينا فاني براني وراك فاني براني وراك وايا تبارك الله على لالا خدوج. صورنا هنا صورة النعناع يا المشاهدين، احنا في فرنسا تحنا دايرين النعناع نحيدوا النعناع عاد بركة المرة اخرى شاشة تبارك الله. انت جدرة وحدة كي دايرها؟ جدرة وحدة تبارك الله. انا درا غير الإقامة تاعتي نيت وليت زرعتها ما شاء الله على النعناع. ها هو كلشي نتاعك اخالتي خدوج، خالتي خدوج نتاعك وكل شيء نتاعك تبارك الله يا ربي ما شاء الله. وهذا الشيء اللي بغينا نشاركه معكم المشاهدين. السلام عليكم خالتي خدوج. السلام ورحمة الله. واكي دايرة؟ الحمد لله. واشنو كديري؟ كنقي الربع. وي شنو هذا الشيء هذا؟ وفي النعناع تقضي ما خصو النعناع. واحد كلش ماشي اللي خصو النعناع على زال عندي شي نعناع غتصدقي. نعناع بالفلوس بالفلوس. خالتي خدوج باغية تصدقي النعناع تبارك الله تبارك الله يا ربي النعناع. حركي خالتي خدوج النعناع. الخير تبارك الله الخير. ها خير الخير تبارك الله. شوفوا النعناع تبارك الله كي داير. النعناع نيت من نعناع. الفين الفين هذا تبارك الله. النعناع حرش. هذا الفين. تبارك الله يا ربي النعناع حوض كبير. حوض كبير قداش ان شاء الله. حنا جيت خالتي خدوج انا نقشت، انت كتشوفوا نقشت هنايا على مطيشه. مطيشه البنات راه تحرقات اللي عاد وليت زرعتها، هي عاد تديروا مطيشات. دابا نوريكم الاولين اللي زرعت اللي بحالهم تحرقات لي باسكو قويت لها لانكري، درت لها لانكري في الماء وسقيت بها مات لي كلها. ايوا خالتي خدوج وي واش كتعاودي هانيه؟ هانيه الحمد لله. واش كديري اش تقولي؟ ايوا الحمد لله حنا في النعناع وفي الربيع. الطبيعه والربيع و الدنيا خضره تبارك الله وبلاد الغربه حنا فيها. ما مغربين والو الحمد لله، حتى هنا كاين الحباب وكاين العائله وان شاء الله الانسان كيدير الحباب. حنا الحمد لله الواحد راه كيدير الحباب غير من الجيران. هذا الانسان خاصو يكون الانسان خاصو يكون غير مزيان اخالتي خدوج. لا راه شفتي عندك النصيحه تاخر مع جير الله يطولكم في العمر. والله الانسان وكامل فوق كل خالتي يا خالتي والله ما انا غادي الحمد لله يا ربي. يلا واش كديري وري المشاهدين اش كديري؟ اجي احنا كنحتشو الربيع. تنحتشو الربيع يلا وريني. ما فيش تبارك الله. ها 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 النعناع هذا ها القرع الخيرات وربي كلشي موجود تبارك الله ما شاء الله. الخير كتشوف البنات القرعة هي تا هي القرعة هي تا هي بدات تدير حيت زرعت هاد العام كلشي مازوزي ما زرعتش زرعت في النوبة الأولى. كتشوف البنات القرعة هي بدات تدير في النوبة الأولى زرعت ولكن مات لي كلشي داكشي البنات اللي زرعت. عاد دابا زرعت مطيشة وداكشي مازال عاد غتنوض ولكن إن شاء الله دغيا غتكبر. درت لها الغبار درت لها غبار غادي تزرع غادي تنوض زرعت خير الله. تشوفوا القرعه تبارك الله ما شاء الله القرعه كل شيء زوين القرعه كلها كدير ان شاء الله غادي دابا غير شويه صافي هاد السيمانه الجايه غادي نبداو ناكلو منها. هي راه دغيا كتكبر ودغيا كتوجد راه ما كاملش 40 يوم هذه اللي زرعتها ما كاملش الشهر ما كاملاش دغيا هي كتوجد داكشي باش يقولها القرعه الربعينيه. انتوا كتشوفوا النعناع تبارك الله النعناع حتى لهنا والنعناع هو زرعت عمرت الدار راه ملقمو بأتاي النعناع هو الحوض هذا نتاع عام الأول هذا هو اللي نجر ديك خطرة معاكم. البنات الكرافس هانتوما كتشوفو الكرافس مازال ما درت لهم لا لانكري لا والو كنت زرعت بزاف مات لي بزاف زرعت ولكن ماتو مطيشة عاد خلفتها هانتوما كتشوفو كلشي خلفتو هادشي. هادو هما الجدرات الأولين هادو اللي ما قاستهم ليش هادو اللي ما قاستهم ليش داك لانكري هذا اللي ما قاص ليش ودرت فيه واحد لازوت داك لازوت مجهد هذا الدنجال كتلاحظوا درت
وزرع الورد والدنيا راه. دابا نوريكم من بعد كي غترجع دابا تشوفوا الورد الورود والخيار مات لي بزاف، زرعت هاد العام مات بزاف بزاف اللي مات لي الخضره، ماشي مشكل ربي يخلفها. تشوفوا الخيار والورود، هانتوما كتشوفوا الورد، انا كيعجبني البنات الورد بزاف. هاد الورد دابا تشوفوه البنات، دابا نوريه لكم تشوفوا شلاضه الخصن تبارك الله. انتما كتشوفوا الخص كيرجع فوق الميكا، ما كيكون فيه لا نحيدها هادي غير طمونطي، وهادشي اللي دايرين. والبنات انتما كتشوفوا مطيشه، هي تبارك الله دارت مطيشه، لكن ما هاد العام مازال ان شاء الله. دابا عاد الفلفله وداك الشيء عاد خلفت، كلشي خلفته، انت تشوف الفلفله عاد خلفتها حيت راه كبرات، ولكن دارت كلها هي كتنور هي، دارت فليفلات صغيره وخا بقات صغيره، هي فليفلات صغيره. دابا دغيا ان شاء الله توجد، دغيا غادي تطلع. انتما كتشوفوا الفلفله مع قتلتها، اللي تقتلتها بلا نكري، انتما كتشوفوا لاحظوا الوحدات اللي ما خلفتش او ما ماتوا، هادو ما خلفتهمش. او قلت تبارك عليا، مع درت ثلاثه الخطوطه، راه خط الملهي تاع الفلفله ثلاثه د الخطوطه، جوج فوق خطوطه الفلفله وخط تاع الدنجال ثلاثه د الخطوطه د مطيشه. تبارك عليا، ديري لي عيوع على ديري لي خالتي خدوجه عيوع، يلا قولي لنا عيوع، قولي لنا عيوع. انا عاد تندق البيكي باش ندير مطيشه، انا عاد كندير البيكي. يا مرحبا يا ماما العدوان ما رشا، ما العدوان ما رشا، عي 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 يا البحر لو نعى النواق الربع النواق الربع تبارك الله على لاله خدوج. ها انت ها دابا كتبين، ها كتبان لك اخالتي دابا يا راه ما عنديش المصوره المشاهدين، انا وخالتي خدوج حنا كنحيدو، حنا كنحيد الاقامه. نحيد النعناع، هذا النعناع العام الاول، هذا النعناع ماشي هذا العام، هذا العام مازال ما بديتوش. كنحيدوها هكا بالسيكاتور ولا تحيدوه بالموس باش تيولي يخلف، ما تنتوش غير بيدكم، حيت ملي كتحيديه بالمقص ولا بالسيكاتور دغيا كيرجع. السيكاتور ساهل، هذا السيكاتور دغيا كيقطع ماشي بحال الموس، السيكاتور ها دغيا كيحيدو. كتلاحظو كنديو شويه، كنعطيو للجيران شويه، كنعطيو للجيران شويه، ونوضه كل نوضه واش هي كلش في الاجر ديال تقول غير الاجر كيدير الاجر نغنديو هذا شاف لا كيف ربي تبارك الله. كنحشاو غير غدا ولا بعد غدا نرجعو نقولو كلشي هادشي اللي حشيت ولا كبر عاوتاني، غير سيمانه كيكبر تبارك الله. ايوا كلشي موجود، الماء موجود، الشتاء موجود تبارك الله، كلشي موجود خاصك كلشي موجود تبارك الله. ها انتوما بعدا حيدتهم، هذا حيدتهم غير هاد السيمانه، شتيهم نايضين كلهم اللي تكبروا مع الشتاء تبارك الله، والماء هنا دغيا كتكبر ما كتعطل زعما باش ما كتشدش واحد الوقت كبير باش تدير. هي كنحيدها باش نقادها كلها باش تنوض دايرة تبارك الله. النعناع موجود، هذاك اللي راه غادي ينعس كله، هذاك اللي لا ما حيدتوش تبارك الله، تبارك الله. النعناع معنا كبر بزاف، نحيدو واحد العرش منه هذاك اللي لهيه تبارك الله. شحال لا كدرها انت تمها، عي 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 يا البحر
تبارك الله على لالا خدوج. البنات انا عدرت لي بيكي لي بيكي عاد دابا راني حفرت لهم غادي نديرهم ديال الطوماط سوغيز. انت تشوفوا لي طوماط سوغيز، هذه طوماط سوغيز ان شاء الله، واخا زرعتها روطار ان شاء الله غادي توجد. شوف شلاضة تبارك الله قداش، و الانسان يدير شي حاجه هكا طبيعيه ما فيهاش الخدوي. هادشي اللي بغيت نشارك معكم دابا، ان شاء الله الجريده غادي تكبر. الدنجال هو كينور، كتلاحظ الدنجال هي نور الدنجال. دابا هاد النويوير غطيح هنايا وغتولي الدنجاله ان شاء الله غادي ينور. ونتمنى التوفيق لكل واحد، وباي باي عليكم، ونتمنى الله يعجبكم هاد الفيديو هذا. واخا زرعت الجريده روطار، زرعتها بكري ولكن حرقتها وعاودت زرعتها ماشي مشكل. وتبارك الله عليكم البنات، وهذا الشيء اللي كاين، وباي باي عليكم، ونتمنى التوفيق لكل واحد ان شاء الله.